بسم الله الرحمن الرحيم. معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجارة السيارات. كل سنة وكل الناس طيبين بمناسبة العيد الكريم. النهاردة في رابع ايام العيد بنتشرف ان احنا نزلنا من البيت مخصوص عشان نسلم عربية لاخونا اللي شرفنا اللي هنتعرف عليه دلوقتي. اتعرف عليك يا ريس. انا عبد الشهيد من شبرا الخيمة وجيت غصن الزيتون هنا، وبصراحة انا 10/10. الله يبارك لك. والمعاملة 100 100، ونشكر ربنا ان وتشكروا برضو عشان خاطر ان حد اثر معاك في اي لا 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 لا، ده كفايه ان انتوا نزلتوا في العيد. الله يبارك لك. يعني دي واحد ايه واخد بالك فلوس برضه. ربنا يخليك تعيش ان شاء الله يا باشا. وصراحه ربنا معاملتكم حلوه، وان شاء الله يكون سوم احسن منهم باذن الله. حبيبي سعاده الباشا، الناس بقى اللي هتتفرج عليك على النت والسوشيال ميديا تقول لهم ايه عن معرض غصن الزيتون، عن معاملتنا، عن العربيات موجوده الكلام ده؟ لا، المعامله بصراحه 10/10، والمعامله كويسه. لا 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 اي حاجه، لا 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 ما فيش اي حاجه من الكلام ده. لا 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 يعني حسن البيع وحسن المعامله ما بعد البيع. طبعا طبعا طبعا. يا رب يخليك، ربنا يديك خيرها ويكفيك شرها ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ما يكونش اول واخر تعامل ما بيننا ان شاء الله باذنك يا رب. مبروك يا باشا مصر، مبروك يا باشا.